هيا بنا نتعلم عن الزاوية وأنواعها. الزاوية هي التقاء شعاعين في نقطة بداية واحدة. لنرسم شعاعين لهما نفس نقطة البداية، ولنسمي هذه النقطة سين. الشعاع سين صاد والشعاع سين ميم. التقاء هذين الشعاعين يكون زاوية، ونسمي الزاوية هذه الزاوية صاد سين ميم، أو الزاوية ميم سين صاد. لكل زاوية رأس، وهو نقطة التقاء الشعاعين. رأس الزاوية هذه سين، ولكل زاوية أيضا ضلعان هما الشعاعان، الشعاع سين صاد والشعاع سين ميم. هيا بنا نتعرف على أنواع الزوايا المختلفة مع رانيا. تجلس رانيا على مقعدها لتحضر واجباتها المدرسية. كونت رانيا زاوية بين رجليها وظهرها، تسمى هذه الزاوية زاوية قائمة، لأن أحد أضلاع هذه الزاوية عمودي على الضلع الآخر. ونمثل الزاوية القائمة بمربع صغير بين الضلعين، وقد تظهر الزاوية القائمة بأوضاع مختلفة، هكذا أو هكذا أو هكذا. ونلاحظ أن في كل هذه الزوايا أحد الأضلاع عمودي على الضلع الآخر. انحنت رانيا إلى الأمام لتحل واجب الرياضيات. كونت رانيا زاوية بين رجليها وظهرها، تسمى هذه الزاوية زاوية حادة. الزاوية الحادة هي أصغر من الزاوية القائمة، وقد تظهر الزاوية الحادة بأوضاع مختلفة، هكذا أو هكذا أو هكذا. ونلاحظ أن كل هذه الزوايا الحادة أصغر من الزاوية القائمة. انهت رانيا دروسها وتمددت للخلف. كونت رانيا زاوية بين رجليها وظهرها، تسمى هذه الزاوية زاوية منفرجة. الزاوية المنفرجة هي زاوية أكبر من الزاوية القائمة، وقد تظهر الزاوية المنفرجة بأوضاع مختلفة، هكذا أو هكذا أو هكذا. ونلاحظ أن كل هذه الزوايا المنفرجة أكبر من الزاوية القائمة. وقفت رانيا، ستذهب بعد قليل لتلعب مع صديقاتها. كونت رانيا زاوية بين رجليها وظهرها، تسمى هذه الزاوية زاوية مستقيمة، لأن ضلعي الزاوية يشكلان خطاً مستقيماً، وقد تظهر الزاوية المستقيمة بأوضاع مختلفة، هكذا أو هكذا أو هكذا. ونلاحظ أن في كل هذه الزوايا المستقيمة تشكل الأضلاع خطاً مستقيماً. ما أجمل الزوايا التي كونتها رانيا! لتشاهدوا المزيد زورونا على موقعنا www.hayabina.com